السلام عليكم خاوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريم وتاك، معكم عبد الكريم من الجزائر. وفي لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله رايحين نتحدثوا على اول هاتف من شاومي يجيب كاميرا خلفيه 108 ميجا بيكسل. بطبيعة الحال معنا شاومي مي نوت 10، رايحين نشوفوا المواصفات نتاعو بالاضافه الى المميزات والسعر المتوقع نتاعو في الجزائر. اذا كنت اول مره تشوف لاشين تاعنا ما تنساش تابوني وتفعل الجرس ودير نجم لهذا الفيديو برك باش نكملو ونبارطاجيو لكم غير جديد ان شاء الله. لما نطولوا عليكم خليونا نبداو على بركه الله. عندنا الشاشه تاع هذا الهاتف النوع امولاد، القياس 6.47 بوصه، عندنا الدقه فهي 1080 ضرب 2340 بيكسل اف اتش دي بلس بابعاد 19.5 على 9 منحنيه من الجانب. الحماية عندنا غوريلا 5، الأداء عندنا المعالج فهو كوالكوم سناب دراغو 730، ذاكرة الوصول عشوائي رام 6 جيجا بايت، نظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة ميو 10، الذاكرة التخزينية المساحة الداخلية 128 جيجا بايت، بطاقة الذاكرة الخارجية يدعم. بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة اف 1.69، وعندنا 20 ميجا بيكسل الترا وايد بفتحة عدسة اف 2.2، وعندنا 5 ميجا بيكسل مقربة تيليفوتو، وعندنا ايضا 12 ميجا بيكسل مقربة تيليفوتو، وعندنا ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل. راح نشوفوا الكاميرا الامامية، عندنا 32 ميجا بيكسل. ساعة البطارية تاع هذا الهاتف تجيب 5260 ميلي امبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط. مميزات اضافية: منفذ السماعات تقليدي، يوجد مستشعر البصمات، يوجد مدمج في الشاشة. راح نشوفوا المميزات تاع هذا الهاتف، عندنا كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، 5 كاميرات خلف ومن بينهم كاميرتين تيليفوتو وكاميرا الترا وايد، شاشة امولاد، بطارية كبيرة بقدرة 5260 ملي امبير ساعة مع دعم شحن سريع بقدرة 30 واط. نروح نشوفوا السعر تاع هذا الهاتف، السعر تاع هذا الهاتف في امريكا راح يكون حوالي 600 دولار امريكي، اي ما يعادل بالدينار الجزائري 100 الف دينار جزائري، يعني 10 ملايين سنتيم. كان هذا هو فيديو اليوم خاوتي، نتمنى الفيديو استفدتوا منه ولو بحاجه قليله. ما تنساوش ديروا نجم للفيديو الجام، تخلينا نكملوا ونبارطاجيو لكم غير جديد ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، نشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.